بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن من صور التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث هو التكذيب بسنته صلى الله عليه وسلم، والتشكيك فيها، والطعن في عدم حفظها والعناية بيها، وإشاعة الفوضى الفكرية بدعوى أنها لم تحفظ ولم تكتب. وطبعا ده كلام باطل غير محقق علميا ولا تاريخيا، ومحض افتراء وإغراق في الجهل. والحقيقة أن لدينا الكثير والكثير من المرويات اللي بتؤكد أمر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام بضرورة حفظ ما يقوله ويعلمه إياهم صلى الله عليه وسلم، وبضرورة تبليغ هذا العلم بكل وسيلة كانت. بل وجدنا من المرويات اللي فيها أمر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة السنة كما سنرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة، قبيلة خزاعة، قتلوا رجلا من بني ليث. القبيلة دي قتلت واحد من بني ليث، زي يكون كان في إطار ما بينهم، عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب راحلته وخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها، يعني مكة المكرمة، ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا إنها حلت لي ساعة من نهار وإن ساعتي هذه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يقول ابتدى الحديث أو ابتدت هذه المروية بالتأكيد على إنه القتل، أو إنه حبس القتل على أساس إنها بلد حرام لا يجوز فيها القتل ولا الاقتتال، وفي نفس الوقت
وحبس عنها الفيل بأنه لم يستطع في قصة طبعا أبرهة أنه يدخل الكعبة أو أنه يهدها أو أنه يهدمها، وأنه هذا البلد بلد حرام له قانونه طول العام، وأنه لم يحل القتال فيها إلا لحضرة النبي ساعة معينة وخلاص، وبعد كده بدأ النبي يكمل بقية الأحكام الخاصة بالبلد الحرام، أنه لا يختلى شوكها ولا يعني يعضد شجرها ولا يلتقط، يعني ما تقطعش أي زرع ولا أي شيء يقابلك في الحرم، ودي من الأحكام الخاصة بالحرم طوال العام. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا أنه ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، اللي يمشي في الحرم ويلاقي حاجة يسيبها مكانها، ما ياخدهاش إلا اللي عايز يرجعها لصاحبها أو أنه يساعد على أنه صاحبها يجدها. لذلك النبي قال إلا لمنشد، إلا لمن أراد أن يرشد صاحبها إليها أو أنه يديها لمكتب الأمانات فالناس تبتدي اللي بيضاع منها حاجة تدور عليها. فدي برضو من الأحكام الخاصة بالحرم. فمن قتل فهو بخير النظرين، أو فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم عن مسألة القتل، إما أن يكون فيها القتل العمد، إما الدية أو القصاص. إذن الحديث كله عبارة عن توجيهات للنبي عليه الصلاة والسلام وأحكام واضحة حازمة جدا بينة في هذه المروية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وهو واقف وهو خطب وهو على ناقته، جاء رجل من أهل اليمن وسمع اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فطلب من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له اكتب لي يا رسول الله، طبعا يعني أنه يؤمر الكتبة اللي موجودين يكتبوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي فلان، وفي رواية أخرى ذكرت اسم الراجل ده اللي كان من أهل اليمن، فقال اكتبوا لأبي شاه، الراجل ده اسمه أبو شاه، اكتبوا له إيه، هنعرف ده دلوقتي. لكن الشاهد هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة ما أراده هذا الرجل الذي كان من اليمن واستمع إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في هذه الموقعة وهذه الحادثة. تكملة الرواية إن قال رجل من قريش، إلا قيل إنه ده العباس رضي الله عنه، إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر ده هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم ممنوع ان احنا نقطع شجر من مكانه، نخلع اوراق من مكانها، نأذي، مفروض الحرم ده امن مطمئن كل حاجه فيه. فهو بيقول له الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام الا الاذخر، استثناه. الاذخر ده نبات عشبي، الورق بتاعه عريض، ليه رائحه ليمونيه عطره، والأزهار بتاعة النبتة دي بيستعملوا منقوحة كده زي الشاي، وهو نبات نافع جدا، العرب بتستعمله تحرقه بدل الحطب، يعني بيستعملوه في الحرق ويستعملوه في إشعال النار، ويجعلونه في أسقف البيوت وكذا لأسقف قبورهم. فالعباس أراد أن يستثني الإذخر لكثرة استعمال أهل مكة لهذا النبات في الاستعمالات السابق ذكرها، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن قطعه في الحرم. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له، يعني هو إيه اللي كان عايز الراجل بتاع اليمن طلب من النبي عليه الصلاة والسلام إني يكتب له شيء، إيه اللي كان عايز يكتب له؟ فقال له كتب له الخطبة، الخطبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالها دي، اللي كلها أحكام خاصة بالحرم وخاصة بلقطة الحرم وخاصة بمسألة القتل وخاصة بمسألة الديات وخاصة بمسألة القصاص، يعني هذه المروية ملآنة بالأحكام المهمة. هذا الرجل الذي كان من اليمن لما استمع إلى خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان حفظه مش قوي، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتب له
يؤمر بكتابة هذه الخطبة عشان يرجع بيها تاني لأهل اليمن. شوفوا حركة العلم والتعلم ماشية ازاي في العهد النبوي الشريف، عشان ما يدعيش جاهل ويقول انه ما كانش فيه حفظ، سواء الحفظ ده في الصدور او في السطور، لا، كان هناك كل انواع الحفظ. المروية دي اللي احنا استمعنا اليها اخرجها الامام البخاري في صحيحه في كتاب العلم اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، باب كتابة العلم. وطبعا الجامع الصحيح كله قايم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عامل كتاب كامل في الجامع الصحيح مسميه كتاب العلم، باب في باب كده من ضمن الأبواب الكتيرة اللي تحت عنوان كتاب العلم، باب كتابة العلم. يبقى ده كان معروف في العهد النبوي الكتابة، أيوة كانت معروفة، وإن كانت حركة الكتابة قليلة إلا أنها كانت موجودة. الحديث ده برضو أخرجه أيضا في كتاب الإمام البخاري، أخرجه في كتاب اللقطة، لأن الحديث فيه موضوعات كتيرة، والإمام البخاري بيبوب وبيصنف وبيضع عناوين للأحاديث بحسب المضامين اللي في كل حديث. فيبقى الحديث عنده استعمله في كتاب العلم، واستعمله برضو في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وأخرجه برضو الإمام البخاري في كتاب الديات، لأنه فيه مسألة فقهية في خاصة بمسألة الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هيعمل حاجة من الاثنين اللي النبي عليه الصلاة والسلام خير ما بينهم، الدية أو القصاص في القتل العمد. طبعا الحديث ده جه في البخاري، وده غير ما جه في صحيح الإمام مسلم اللي برضو أخرجه في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها. وغير البخاري وغير مسلم في أئمة كثيرة من أهل الحديث قاموا برواية هذه المروية اللي احنا ذكرناها، واللي أثبت فيها الأمر بكتابة السنة، كهذا الرجل الذي كان من أهل اليمن وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بكتابة هذه الخطبة التي استمع إليها والتي فيها من الأحكام ما فيها. الشاهد مما سبق إن الكتابة كانت موجودة كوسيلة من وسائل الحفظ في العهد النبوي الشريف، وإن كانت الكتابة محدودة لقلة الكتبة لكنها كانت موجودة. لكن النجي النهاردة أنفي الكتابة نفيا مطلقا، ده إجحاف وتزييف وطعن مقصود به القرآن الكريم، مش السنة بس، مقصود به القرآن قبل السنة، لأنه اللي كتبه الرجال الذين قاموا بكتابة القرآن هم الذين قاموا بكتابة السنة، وكل بقى على حسب استعداده وتلقيه من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد الطعن في سنة رسول الله والطعن في القرآن الكريم. لابد أن نعلم أن عملية التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كانت عملية حية نابضة نشيطة منذ أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحرص الصحابة الشديد على تلقي العلم من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أمر واضح. وإنت لما تيجي كده تقرأ في سير الصحابة الكرام وتشوف الحرص والإخلاص والتجرد والتثبت في الحديث، هتيجي كده تقول لنفسك إنه لن يتلقى العلم بهذا الحرص اللي كان عليه الأمر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لن يتلقى هذا العلم مضيع له أبدا، ده شيء لا يحتمله منطق العقل. هذا الحرص الشديد الذي بلغ حد أنهم كانوا يراقبونه في كل شيء، مركزين معاه في كل شيء، الحرص ده وشدة يعني إن هم يحتزوا بحزو رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، يصعب مع حالة الحرص الشديدة دي إن يكون هناك إهمال لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى ما أخبر به سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، وإحنا ذكرنا بهذا الحديث ونذكر، ففي التكرار زيادة فهم للأبرار. سيدنا ابن عمر بيقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
يعني قاعدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا أنه في كل مجلس النبي بيقعد بيقول هذا الذكر لا يقل عن 100 مرة. اللي قاعدين يعدوا وصلوا إنها 100 مرة في كل مجلس، ده إيه؟ مش واحد واتنين وتلاتة، ده المئات والألوف اللي كانوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، واللي عددهم بقى يزيد مع يعني دخول الناس إلى دين الله تعالى. أيعقل مع هذا الحرص وتلك الدقة وهذا الشغف بطلب هذا العلم النبوي الشريف إنه يضيع العلم النبوي الشريف بمنتهى البساطة والسهولة نقول هذا الكلام؟ يعني لابد كمان إن احنا يبقى عندنا وعي وإحنا بنقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإدراك لهذا الرعيل المشرف من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكيد النخبة مختارة اختارها المولى سبحانه وتعالى لحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ليكونوا رفقة له، وكذلك حمل ونقل لهذا العلم العظيم، للوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولابد أنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في مجالسه بيبقى عنده بيعيد وبيفهم الصحابة، وفي تكرار للمضامين في صور عدة وبأساليب متنوعة يستحيل معها النسيان أو عدم الحفظ سواء كان في الصدور أو في السطور، وبيتأكد بأساليب النبي عليه الصلاة والسلام الغاية في العظمة، بيتأكد بها العلم النبوي الشريف في عقولهم حتى تشربته نفوسهم الطاهرة بيسر وسلاسة، وقاموا بنقله تقي عن تقي إلى أن وصل إلينا. مثلا لو جينا نشوف، يعني أنا مثلا كنت بتعجب جدا لما أمر بهذا الحديث اللي أنا سأذكر حضراتكم به، إنه كيف يمكن لقائل إن يقول لا 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 ما كانوش بيحفظوا، العلم ده ما كانش موجود وما فيش سنة أصلا، والصحابة ما اهتموش بالسنة كما اهتموا بالقرآن. كيف ذلك؟ كيف لا يحفظ؟ كيف لا يحفظ علم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو وحي ما ينطق عن الهوى؟ الله قال ذلك. لنتأدب في الحديث عن حضرته ونتأدب في الحديث عن صحابته، دول حمل لهذا الوحي، لأنوار الوحي، مش لأمة العرب، للعالمين. كيف لا يحفظ صحابي جليل كسيدنا معاذ بن جبل هذا العلم النبوي من الحديث النبوي الشريف اللي هو وحي، وأسلوب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة ليس له نظير. وإحنا هنضرب مثل وفي أمثلة رائعة، ده إحنا نقدر نطلع من السنة النبوية المشرفة منهج تربوي للمتخصصين في مجال التربية والتعليم. كيف لا يتمكن صحابي جليل من حفظ ما يقوله له النبي الكريم، سواء بيقول له ده على جهة الإفراد بينه وبين الصحابي حديث خاص، أو النبي بيعلم الصحابة في مجلس عام يحضره الألوف والمئات من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسلوبه غاية في الوضوح وغاية في التودد والتقرب، وفيه من أساليب التعليم ما فيه مما يحفر هذا الكلام في قلوبهم بحروف من نور. شوف النبي أرشده صلى الله عليه وسلم، المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلى معنى رائق، ونفتح مسامع قلوبنا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا سيدنا معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، شوف الطريقة التربوية المحمدية في التعليم والتوجيه، ياخد بإيدين سيدنا معاذ ويقول له يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال صلى الله عليه وسلم، هو النبي بيقول له كده، يعلن له عن محبته له وبعدين يعلمه، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده أسلوب من آلاف الأساليب الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة الكرام
اللي يعلمه على جهة الإفراد، اللي يجي يسأله في مسألة خاصة فالنبي يدير حوار معه ويعلمه معنى، ودول ما وراهمش غير التلقي لهذه الأنوار، وهم متعودين على الحفظ، سواء العموم منهم وهو حفظ الصدور أو القلة التي تكتب في السطور والصدور. فاللهم صل على معلم الناس الخير في كل وقت وحين، ورضي الله عن صحابته الكرام وجزاهم عنا خيرا عظيما. لابد أن نعلم أن العلم كما يحتاج إلى الفهم والحفظ والجد والاجتهاد، بيحتاج برضه إلى الموضوعية والاستقامة العلمية والتجرد لله رب العالمين والإخلاص والإنصاف، عشان نثق في علم من يعطينا علمه. عندها لما الإنسان يصل إلى هذه الصفات الخطيرة اللي لابد أن تكون في الطالب أو الباحث العلمي، عندها سيكون العلم أو ذلك العلم الذي يبثه للناس علما نافعا، يخلق ساعتها الوعي وينفع الإنسان وتفيد منه الأوطان، فيمكث هذا العلم في الأرض، وإلا فإنه سيكون هباء لا قيمة له. وصدق الحق سبحانه وتعالى حيث قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج قلوب عامرة، بنحيي كل مشاهدينا على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. نذكر سريعا بمواعيد لقائنا، احنا من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، بناخد أسئلة حضراتكم معنا على الهواء مباشرة. يوم الأربعاء هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، ناخد أسئلة حضراتكم سريعا. ست أم يحيى، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ست أم يحيى. وأنا حضرتك عندي سؤالين. تفضل يا فندم. بالنسبة للكفارات الحلفانات، أنا عليا كفارات حلفانات كتير، وجوزي كان حلف عليا إن أنا ما أكلمش حد وقال لي ارجعي كلميه، كانت نيته ساعتها حلفان طلاق وإن هو هيطلقني. هو ينفع دلوقتي يجمع النيات ويدعم 60 مسكين، ولا كل حلفان ليه؟ اه يعني هو حلف كتير وحنس كتير، يعني ما نفذش الحلف بتاعه. ايوه يعني كانت نيته تهديدك يعني. اه بس كانت لا، كانت نيته طلاق، قال لي لو كلمتيها من غير ما انا اعرف او عرفت ان انت كلمتها يبقى فيها طلاق. فدلوقتي قلت له عايز اكلمها والدنيا هديت دلوقتي، قال لي ماشي. بس طب والحلفان؟ طيب وانا كانت نيتي طلاق اعمل ايه؟ يبقى كده الموضوع وكذا حلفان قبل اختلف. تمام. والسؤال الثاني، انا كان عندي العاده من قيمه كام يوم، وجات لي بالليل لقيت العلامه البيضاء، فاتوضيت وصليت الصبح والظهر، جيت على العصر لقيت العلامه اتغيرت ونزل تاني دم. انت العادي انت اسمعيني بس، العادي بتاعك كام يوم؟ هي على حسب، كانت مره حبوب كانت بتبقى 5، الحقنه كانت بتبقى 3. لا يعني انت يعني 10. يعني المتوسط بتاعك من كام لكام؟ 10 ايام. انت اغتسلتي قبل العشرة؟ لا كان في العشر. لا عديتي 10 ايام؟ لا ما عديتش 10 ايام. طيب ماشي، حاضر، شكرا. استاذ يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. حضرتك يا دكتورة عاملة ايه، اخبارك؟ الحمد لله يا استاذ يوسف، الحمد لله. والله انا بتابع حضرتك بقالي اكتر من 3 سنين، وكان نفسي اتواصل مع حضرتك يعني، بس ما كنتش شايف. اهلا وسهلا. الله يخلي حضرتك يا رب، بس انا سعيد ان انا كلمت حضرتك جدا. انا اسعد اخي الفاضل، ربنا يحفظك. الله يخليك. بص حضرتك، انا جيت فترة كده بصراحة كنت تعبان جدا بصراحة، بسبب يعني سحر وكده، وانا بصراحة كمان بتابع ايات قرانيه وكده، والموضوع خلاص الحمد لله اتحل يعني قران وكده. بس انا دايما كل ما اقول ان انا ببقى بجانب ربنا، انا بتابع برنامج حضرتك جدا
كل يوم، ربنا يبارك في عمرك. حتى بتابع حضرتك على الصفحه وكده، فانا بصراحه كل ما بقول ده منها بجانب الله يعني وكده، وانا بصلي ما بفوتش فرض وكل حاجه تمام، بحس بحاجه بتبعدني، بشيء بيبعدني، وبس بس انا برجع تاني مستقيم ان شاء الله، بس بسبب ظروف مثلا جامعه وعمل وكده. تمام؟ فبس حضرتك يعني بسبب انشغال مش بسبب حاجه تانيه، ربما تتلهي في الجامعه او الشغل، لكن مش انت قصدك تسيب الصلاه او انك ما مت... لا ايوه اه بسبب كده، فانا بجد بخاف لحسن يكون عليها وزر او حاجه ربنا. طيب. مثلا فتاني حاجه بس، هو حضرتك ما ينفعش مثلا تقولي ايه مثلا الدعاء مثلا، او مثلا الصلاه مثلا اللي هي مثلا ايه، او ايه قرانيه مثلا اللي هي مثلا يعني تفرج الهم يعني، وتبعد مثلا السحر، وتبعد مثلا الاشياء زي كده يعني. طيب انت بتقول اذكار الصباح اذكار المساء ولا ما بتقولهاش؟ بقولهم باستمرار. باستمرار ليك او ورد من القران ولا مالكش ورد من القران؟ لا ما اعرفش يعني بصراحة. جزء بتقراه كذا مثلا صفحه بعض الايات يوميا غير الاذكار ولا مالكش؟ مش حاجه ثابته أيوة. معاك من القران غير الاذكار بتاعت الصبح؟ ايوه يعني ايوه بقرا القران طبعا كل يوم، بس بقى عشان انشغال الحياه وكده ما بقى إيه؟ ربنا يعين. بس انت ما شاء الله يعني مصلي وبتقول الاذكار. ايوه طبعا ويبقى الانسان هندسة. الحمد لله، ربنا يفتح عليك عقبال ما تتخرج كده وربنا يكرمك يا رب. شكرا شكرا يا استاذ يوسف. ام محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كل عام بخير. وحضرتك بخير يا فندم. لو سمحت انا كان عندي بس سؤال، يعني كنت اخر محاوله هحاولها ان شاء الله. في ايه؟ يعني انا دلوقتي متجوزه بقالي 11 سنه. ومعايا جوزي بيعاملني اسوء معامله. يعني ضرب واهانه وكلام بره، وكنت بغضب بالاربع شهور وبرجع، وغضبت اخر مره 3 شهور برضه ولسه راجعه من اسبوع. فانا دلوقتي واخده قرار الطلاق، لان انا بعامله معامله بصراحه يعني مش كويسه وكارفاه، وكرهته بسبب المعامله اللي هو بيعاملها لي. لكن لو هو تحسن معاكي تحس الكره ده راح؟ لا هو ما بيتحسنش، يعني انا بقالي 11 سنه في نفس المعاناه اللي انا بعانيها. طب ليه؟ ولسه راجعه. طب انا هسال سؤال، انت بقالك 11 سنه في المعاناه دي بسبب ايه؟ يعني هو بيضرب بسبب ايه؟ مش بنقول انه ده يعني عشان يعمله، بس افهم يعني ايه السبب؟ يعني انا هو بيطلع يتكلم عليا بره للناس كلها، يعني كل باسرارنا وكل حياتنا مع الناس بره. ده ما بتعملش، ده ما بتسويش، كل كلامنا بره. الواحده تقابلني تقول لي جوزك بيقول، وفلان يقول لي جوزك بيقول عنك. واللي هو بيقوله ده موجود؟ لا مش موجود. طب ليه هو بيتقول عليكي كده؟ مش عارف، حتى اما باجي اجادله واقول له انت ليه بتقول، قول لي انا اللي انا مقصره فيه وانا هعدله، انا ما تقولش للناس بره. يقوم يضربني ويتكلم برضه ويكرشني، ونفس الاسلوب اللي هو بيعاملني بيه ده على طول. فانا اخر مره عندك لما... اولاد؟ عندك اولاد؟ اه ما هو انا بقول لك عندي ولدين 2، يعني اخر مره رجعت قلت انا هرجع اعيش بس لاولادي. بس انا بصراحه من جوايا بعامله معامله وانا مش طايقاه اساسا، فانا بقول كده حرام ولا أيوة. عيش لاولادي وخلاص عشان ما هو انت برضه بتعيشي لاولادك، لازم يبقى في بعض التنازلات منك ومنه يعني عشان الدنيا تمشي. انا اتنازلت كتير، يعني انا اخر مره بقول لحضرتك انا ضربني بالصينيه خيط لي دماغي 5 غرز. يا خبر ابيض. يعني والله العظيم رحت اتخيطت، الجيران خدوني خيطوني. وايه كان الموقف يعني اللي يوصل ال والله ولا اي حاجه، ان هو جاي من الشغل زهقان ويبقى مش عارفه من اتنين حاجات بسيطه، راح جاي قايم بالصينيه ضاربني خياط لدماغي 5 غرز. يعني هو جاي من الشغل زهقان وانت عملتي ايه؟ انا بس بحاول افهم. ما انا معاك والله ما عملت. هو جاي من الشغل زهقان، اما ينائر انا ما نائرش. مش معناه اللي بيعمله ده مش معناه اللي بيعمله صح، بس احنا بنسايس امورنا. ما انا بقول لحضرتك انا ما اتنقرتش، حتى لما الناس اتدخلت ورحت عند ابويا ورجعت ما حدش غلطني ولا هو غلطني، قال انا كنت زهقان. حتى كانوا مطلعين لي مبلغ عشان الخياطه والضرب 20,000 جنيه، انا قلت مانيش عايزاهم، انا هروح عشان خاطر ولادي. طيب يا ست ام محمود، ومانيش هجبره على الفلوس. وولادك ولادك هيتقبلوا موضوع الطلاق ده؟ هم صغيرين يا دكتوره، ده الكبير عنده 9 سنين، هم ما يعرفوش حاجه. بس هيعرفوا بعدين يعني، هيبقى في ما انا دلوقتي يعني انا اخترت ان انا اعيش معاه، يعني اعيش بس عشان اربي ولادي، بس انا عايزه اشوف عليا وزر ان انا من جوايا مش قابلاه، وان انا عايشه بس حاجات روتيني كده بعملها له، اكل وشربه واللي ملزوم مني وخلاص. ده اللي انا عايزه. ماشي يا ست ام محمود، ربنا يلهمنا الصواب. استاذه علا بسرعه. ايوه اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا ست علا، الحمد لله ربنا يحفظك. انا فرحانه قوي.
ربنا يسعدك ويجعلك من سعداء الدارين. انا فرحانه جدا ان انا كلمت حضرتك. يا ستي ربنا يبارك في عمر حضرتك ويحفظك ويسعدك ربنا ويجعلك من يخليك يا سعداء دكتور. الدارين. امين يا رب امين. والله انتوا بتخجلونا بجميل كلماتكم الطيبه ومشاعركم انا الصادقه. عايز انا دلوقتي دكتوره أؤمريني. كنت سامعة حاجة خالص يا دكتورة. اتفضلي حضرتك قولي، أنا سامعاكي أنا سامعاكي، اتفضلي. طيب ممكن لو الوقت معانا وقت ولا ايه يا تسنيم؟ طيب تسنيم تاخد، معلش يا استاذة علا، منك التليفون، ولو انت حابة تدخلي مرة تانية ان شاء الله يوم السبت على الهوا ناخد تليفون حضرتك. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. مرحبا بحضراتكم. بالنسبه للست ام يحيى كانت بتسال في مساله اذا الانسان يعني كانت هناك عليه ايمان كثيره وحنس في هذه الايمان، يعني القسم حلف على حاجات كتير ولم يبر ذلك، فايه الوضع بتاعه؟ الكفارات هتبقى على ما يتذكره الانسان صاحبه السؤال. فهو اذا فعل ذلك يتذكر كده، حاول يتذكر اللي عليه ويبدأ في التكفير عن كل يمين، فبرأت ذمته. هيكون ده بإطعام زي ما قلنا قبل كده 10 مساكين أو كسوة ال10 مساكين، أو بإطعام ال10 مساكين، وإحنا قلنا ممكن نبقى ناخد بإخراج القيمة 30 جنيه للفقير الواحد، ولما يعجز الإنسان عما سبق يستطيع أنه هو يصوم يا صاحبة السؤال. بالنسبة للمسألة الثانية بتاعت حضرتك واللي هي الخاصة بيمين الطلاق، هو طبعا لو قال علي الطلاق فهو يمين. طيب انت بتقولي انه في اغلب ايمان الطلاق كان هناك انه كان يقصد ايقاع الطلاق، وانت كنت خالفتي اغلب هذه الايمان اللي اقسم بيها عليكي. فانت في الحاله دي الوضع هنا لابد في الاتصال بدار الافتاء المصريه عشان يبتدوا يحققوا مع هذا الزوج، والبحث في نيه ذلك الزوج عند مساله ايقاع يمين الطلاق صاحبه السؤال الست ام يحيى. بالنسبة برضو لمسألة العادة الشهرية أو الحيض، إن حضرتك متوسط الحيض بتاعك من 6 ل10 أيام، وده أقصى الحيض عند الحنفية 10 أيام، ده قول السادة الحنفية، أقصى مدة للحيض عندهم 10 أيام. طيب أنا ده الوقت بتاعي، الفترة الزمنية اللي الدورة بتجيلك أنت فيها، لأنها بتختلف من امرأة إلى أخرى، ممكن واحدة 5 أيام، ممكن واحدة 6 أيام، ممكن واحدة 10 أيام، أقل أكثر وهكذا. وكان المفترض أقل أو أكثر من 5 أو 6 إلى أن نصل إلى أقصى الحيض كما هو قول السادة الحنفية ال10 أيام، فما كانش ينبغي على حضرتك التعجل في مسألة الاغتسال قبل التيقن من ارتفاع الحيض صاحبة السؤال، لأنك ما زلتي في وقت الإمكان اللي هو وقت إمكان نزول الحيض عليكي صاحبة السؤال. يبقى المفروض نزل، يبقى أنا بغتسل لأنه في زمن الإمكان بتاعك، في زمن الوقوع الحيض، يبقى أنا بغتسل تاني للتطهر يا ست أم يحيى. الأستاذ يوسف كان فيه بيقول فترة صعبة جدا، مر بيقول كما يقول بسحر، واتحل بأن هو مواظب على القرآن. أحيانا بيبقى فيه شيء بيبعده، هو طالب بالجامعة وفي نفس الوقت بيشتغل، فأحيانا بينشغل، أو هو بيسألنا على ده يعني عليه وزر وفي التقصير في بعض الصلوات، وفي نفس الوقت عايز آيات لتفريج الهموم. أول شيء يا أستاذ يوسف، أنا النهاردة طالب في الجامعة وبشتغل في نفس الوقت، يعني أرتب الأمور بأنه حتى منبه ليا يذكرني بوقت الصلاة،
فالإنسان يقدر إن هو إيه يرتب ظروفه على الصلاة قدر طاقته قدر طاقته. وأنا عندي حرص على أداء الصلاة على وقتها، يعني أنا لا منكر ليها ولا أنا متكاسل عنها، أنا ربما أشغل، فأسأل الله سبحانه وتعالى إني أكون من مقيمي الصلاة. وده الإنسان يدعي دايما زي ما شفنا دعاء اللي علمه إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بأن يدعو به عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرتب دايما أذكر نفسي الأذان أنا بسمعه، ربما أكون في مكان يضع فيه صوت الأذان، يبقى أنا عندي المنبه بتاعي، التطبيقات الخاصة بالتذكير بأمر الصلاة، كل دي معينات، لأنه الإنسان طبيعي ألهاكم التكاثر، الإنسان بيتلهي في أشياء كثيرة ربما تصرفه عن أداء الصلاة على وقتها. فأنا أذكر نفسي مع الدعاء بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والمؤمن دايما عنده حرص خلاص، بس يجتهد ويجتهد إلى أن يشارف الكمال. يا أستاذ يوسف، بالنسبة للآيات اللي الإنسان يقرأها دايما: يكن من أورادك، يعني من القدر اللي بتقرأه في القرآن الكريم عند الصباح وعند المساء، قراءة سورة الفاتحة، آية الكرسي، الآية 102 من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى نهاية الآية، وتقرأ آية الكرسي مع ختام سورة البقرة، وبنقرأ كمان سورة الزلزلة، ونقرأ المعوذات الثلاث، وجملة ما ورد من أذكار الصباح والمساء عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عند الصباح، يعني أصلي الفجر أقراهم، بعد العصر كده أو بعد المغرب أقرأ الأذكار المساء، ومثلا في أول الليل أنا ما لحقتش كنت مشغول في شغلي، فعبال ما جيت بالليل أنا قريته ما فيش مشاكل. بس يعني الإنسان دايما يكون دائر مع الأنوار يقرأ، ويبقى على طول هو لا ينسى قراءة الأذكار عموما. دايما بننصح الإنسان اللي حاسس ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإنه يجعل له ورد من القرآن، قدر يقرأه من القرآن الكريم. هقرأ صفحة، هقرأ 5 آيات، هقرأ 10 آيات، هقرأ ربع، هقرأ ربعين، هقرأ نصف جزء، اللي تقدر عليه، حتى لو بيقل وبيزيد كل يوم، بس ليا ورد قدر الطاقة أنا بجيبه كل يوم. يا أستاذ يوسف، وربنا إن شاء الله يكتبك من أهل النجاح والفلاح والسعادة في الدارين، اللهم أمين. الست أم محمود متجوزة من 11 سنة، بتقول ضرب وإهانة وبيتكلم عليها برة، وهي واخدة قرار الطلاق وفي ولدين. أنا بس عايزة ندور على، أنا حاسة أن في جزء كده أنا مش يعني ضبابي بالنسبة لي شوي، لازم قبل ما أخد قرار الطلاق. وخلي بالنا أن إحنا أحيانا الإنسان يعني إيه بيجامل نفسه، أنا عملت أنا سويت أنا، ودايما نقول في أمر الحياة الزوجية إن كل طرف يفكر هل يقدم للطرف الثاني ما يحب، ولا أنا أقدم للطرف الثاني ما أحب أنا إني أقدمه. فارق كبير بين أن أقدم لزوجي ما يحب هو، بين أن أقدم لزوجتي ما تحب هي، وفارق من إن أنا أقدم ما أحب سواء للزوجة أو لزوجتي. كل إنسان، الزوج والزوجة، يفكروا من هذا المنطلق، مش اللي أنا عايز أعمله، مش اللي أنا عايز أديه، لا، اللي هو يحبه. طالما اللي بيحبه أو اللي هي بتحبه غير متعارض مع التوجيهات الشرعية، يبقى خلاص يسعى كل منا إلى إرضاء التاني، لأنه الحياة كده فيها خد وهات، يعني بالذات الحياة الزوجية. الله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلابد إن إحنا نبقى نراعي الدلالات القرآنية اللي القرآن الكريم بينبه إليها في علاقة الزوج بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها. ده شيء مهم جدا، لازم ندور عن الأسباب الحقيقية اللي أدت لهذا الشقاق والخلاف اللي وصل للضرب، والضرب ممنوع، ولابد من تحكيم العقلاء في هذه المسألة. لو احنا مش قادرين نحل، يبقى حد عاقل من العيلة فبعثوا طرف حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. إذا كان احنا مش قادرين نحل بنفسنا، يعني نبحث عن أحد الحكماء في العيلتين، واحد من عيلتك واحد من عيلته، يقعدوا مع بعض نشوف إيه الأسباب. ربما أنت
بيفوتك بعض الاشياء. ما هو مش لازم انت بتقولي ما حدش غلطني، ربما يكونوا متحرجين منك، مش بقول ان اللي بيعمله صح، بس انت قلتي كلمه، قلتي هو راجع من الشغل كان زهقان. طب زهقان وقام كده راح ضربك باللي ضربك بيه ده وحصلت الكارثه اللي انت حكيتيها دي، حاجه شيء صعب يعني. وانا كنت انسان هادئ متلطف مدركه انه جاي تعبان من الشغل، مش بقول ان اللي عمله صح، اللي عمله عين الخطا ويقتص منه يوم القيامه، والمفروض انه كمان يعني يبقى في محاكمه لمثل هؤلاء الازواج، ده بلا شك يعني من غير اي تفصيل اكتر في المساله. لكن انا برضو عايزه ان احنا تصل الزوجه لانها ما تثيرش غضب الزوج، بعدين تقول انا كنت كويسه وانا بعامله كويس وهو قام ضربها وزعق لها وعمل الحاجات دي من غير ما هي بتعمل حاجه، ازاي؟ يعني لازم ندور على الاسباب الحقيقيه. انا بقول لك ده عشان ما تجريش تقولي اطلب الطلاق ومن غير ما ادور احل المشكله ازاي، لان في طفلين ليه ابهدلهم؟ ما بيتبهدلوا يعني، على كل الاحوال بيحصل انه الاطفال دي اكيد حابب يشوف الوالد والوالده مع بعض، ابوه وامه يكونوا مع بعض. ده لازم اقوله الاول، لو لم يرتفع الضرر اللي انت بتعاني منه مع هذا الزوج وبحثتي فعلا حقا وصدقا عن الاسباب الحقيقيه ولقيتي ان هو اللي مخطئ، فلا مانع ساعتها بعدما ذكرت اولا وفصلت، لا مانع ساعتها من الانفصال وترتيب طبعا امورك وحياتك، ولابد من الصبر والحكمه دي مطلوبه. لكن القاعدة الشرعية اللي تعلمناها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ضرر ولا ضرار، وأسأل الله تعالى أنه يلهمك خيرا ورشدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.